بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، واجعل تفرُّقنا من بعده تفرُّقًا معصومًا، ولا تجعل منا ولا من بيننا شقيًّا ولا محرومًا. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم وأبناءنا وبناتنا من أهل القرآن، اللهم أمين. اللهم حببنا في القرآن، وحبب القرآن فينا، واملأ قلوبنا نورا من نور القرآن يا رب العالمين، وأبداننا هداية بهداية القرآن، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. مع درس جديد من دروس القدوة الطيبة للمرأة المسلمة كبنت، نتحدث عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها. هي مهاجرة جليلة، وسيدة كبيرة بعقلها وعزة نفسها، ولها قوة وإرادة عجيبة جداً. ولدت سنة 27 قبل الهجرة، قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني 14 قبل البعث، 14 قبل البعث. هي أكبر سناً من أختها السيدة عائشة رضوان الله عليهم أجمعين بعشر سنين. هي شقيقة عبد الله ابن أبي بكر الصديق، معروف أنها ملقبة بذات النطاقين، لأنها أخذت نطاقها الحزام اللي بتربطه في وساطها، كانت حاملاً وكانت بتربط حزام في وساطها، ولم تجد ما تخبئ به الطعام عندما كانت ذاهبة للنبي صلى الله عليه وسلم حتى تعطيه ذلك الطعام، فاضطرت أن تفك ذلك النطاق وتقسمه نصفين، نصف وخبأت فيه الطعام، والنصف الثاني وضعته على إيه؟ على بطنها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لها: لقد أبدلك الله بنطاقك هذا نطاقين فين؟ في الجنة. أهل الشام كانوا بيعيروا ابن الزبير بذات النطاقين يوم كانوا يقاتلونه، فقالت لابنها: عبد الله عيروك؟ فقال: نعم. قالت: فهو والله حق. وقالت أسماء لما قابلت الحجاج: وكيف تعير عبد الله بذات النطاقين؟ كيف تعيره بأنه هو ابن ذات النطاقين؟ قد كان لي نطاق لابد للنساء منه، ونطاق أغطي به طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي قد قال لي: قد أبدلك الله بنطاقك هذا نطاقين في الجنة. أسلمت في بداية الدعوة بعد إسلام 17 إنساناً، معنى كده أنها كانت من العقلاء. إحنا بدأنا في الأول أنها من العقلاء، والعاقل مين؟ من يعرف الخير ويسعى إليه وينافس فيه، فهي كانت من أوائل الناس الذين ذهبوا إلى الإسلام وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم. من حسن إسلامها أن قتيلة بنت عبد العزة قدمت على بنتها، قتيلة دي أمها، جت تزورها من مكة للمدينة، وكان أبو بكر الصديق طلقها في الجاهلية، طلق هذه المرأة في الجاهلية، فجاءت تزور ابنتها من مكة إلى المدينة بهدايا فيها زبيب وسمن وأشياء من هذه، فأبت أن تقبل هديتها، وأبت أن تدخل أمها البيت حتى ترسل للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنها امرأة كافرة، وتسأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيك؟ أدخلها البيت؟ هل أقبل منها الهدية؟ هي أمي، لكن هل أدخلها البيت أو أقبل منها هديتها؟ فأنزل الله في القرآن: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. مطلوب مننا أن نعامل آبائنا وأمهاتنا حتى ولو كانوا على غير الإسلام المعاملة الطيبة، وقمة الطيب في المعاملة هي البر، والبر هو لفظة بتحمل جماع الخير. ما لم يأمرانا بشيء ينهى ربنا عنه، غير ذلك من أمور الدنيا نستطيع أن نفعله بنفس الراضية، وذلك تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. حسن تصرفها أيضا، لما أبو بكر الصديق أراد أن يهاجر، قلنا أنها عاقلة، أهم ما يميزها عقلها، سبحان الله، كان عندها عقل عجيب جدا وحكمة عجيبة. لما النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يهاجر، واحتمل أبو بكر رضي الله عنه ماله كله
لما خرج مع رسول الله قدر ماله 5000 درهم أو 6000، وخذ المال معاه. دخل جدها أبو قحافة وقد ذهب بصره، عينيه اتعمت، فقال: والله إني لأراه قد فجأكم بماله كما فجأكم بنفسه، والله أنا عارف ابني طالما أسلم ومشى مع محمد يبقى يفديه بنفسه، ومش كده وبس، ويطلع كل ماله يدهوله. ده رأي مين؟ أبوه يعرفه، عارف إن هو صاحب نفس إيه؟ طيبة. لكن هو مش بيقول كده عشان نفسه طيبة، ده هو شايفها مصيبة، مصيبة إن ابنه أسلم، ومصيبة إن ابنه أخذ الإيه؟ المال ينفقه على النبي وعلى نفسه في تلك الرحلة. فقالت له: كلا يا جد، إنه قد ترك لنا خيرا كثيرا. لم يترك أبو بكر شيء، فماذا فعلت؟ لمت أحجار ووضعتها في لفافة، ثم وضعتها في كوة البيت، المكان اللي كان أبوها بيضع المال فيه، ووضعت عليه ثيابا عشان لما يحسس كده ما يوصلش للإيه؟ لحجم هذه الأشياء، لكن يعمل إيه؟ صوت كده. ثم أخذت بيد جدها فقالت: ضع يدك على هذا المال. فوضع يده عليه فقال: لا بأس، إذا كان ترك لكم هذا فقد أحسن، خلاص يروح مش مشكلة بقى طالما سايب لكم الإيه؟ المال. وفي هذا أمور مهمة جدا، هي بتقولها، هو بيقول لها: هذا بلاغ لكم، يعني تاكلوا وتشربوا وتعيشوا، مش مشكلة بقى لو راح. يعني حقيقة أن أبو بكر الصديق لم يترك شيء لعياله، ولكنها أرادت أن تسكن روع الجد الكبير من خوفه من إيه؟ من أن يفتقر في هذه الحياة. السيدة أسماء قلنا أهم ما يميزها العقل، والمرأة العاقلة بتكون في حياتها ناجحة، في بيتها مع أبنائها مع بناتها، تجد البيت دائما في راحة وفي رحمة، لأنها تفهم أطراف البيت وبتعطي كل واحد ما يريد بعقل راجح. هذه المرأة أسماء تزوجت، هي بنت رجل غني جدا اللي هو أبو بكر الصديق، تزوجت رجل من أفقر فقراء قريش، الزبير بن العوام ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، السيدة صفية بنت عبد المطلب. الزبير بن العوام معروف أنه كان شديد جدا، ما كانش شخصية عادية، حتى أمه كانت بتربيه، كانت بتضربه بعصاية تخينة كده، ضرب شديد جدا، حتى إعمامه خافوا عليه وجم ياخدوها منه. فقالت لهم: يعني إذا كنتم مفكرين أنا بضربه عشان يموت يبقى أنتم غلطانين، أنا بضربه عشان يلب، عشان يبقى قوي، يقاتل العدو فيقتله ويأتي بالسلب، يعني هو صغير كده يستطيع أن يدافع عن إيه؟ عن نفسه. ده أمر مهم جدا، الإنسان يدافع عن نفسه ويدافع عن حياته ويدافع عن أهله. هي بتربيه كده، تخيلوا بقى الصفتين دول، صفة الشدة الزائدة هذه كانت في الزبير بن العوام، هو من حواري رسول الله ومن العشر المبشرين بالجنة، والفقر الشديد، ما عنده أرض ولا مال ولا مملوك ولا يملك إلا حاجتين، السيف والفرس بس، ده اللي بيملكه، اللي بيملكه من حطام الدنيا كله السيف والفرس فقط. وهي بنت مين؟ المليونير أبو بكر، وارتدته إيه؟ زوجا، لأنه رجل إيه؟ مسلم يحب الله ورسوله. بعد كده النبي قال عنه أنه من العشرة المبشرين بالجنة، من العشرة المبشرين بالجنة. كان بتعمل إيه بقى ببيت جوزها؟ كان بتحط رجل على رجل وبتقول له: جيب لي خدامة، بتقول له: روح لأمك كل عندها واغسل هدومك في اللندري. لا، ما كانتش بتعمل كده، ده كان بتعمل أكثر مما تعمله أي امرأة. سبحان الله، بالأمس حتى كنت بتكلم مع بعض الناس، يعني بقول لهم: تفتكروا انتوا زمان، انتوا الان النساء مدللات خالص، عندها البتاع اللاندري تتكل، تحط البتاع الصابون ده وتتكل على زرار والزرار يشتغل، وتشيلها تحطها في النشافه. زمان كانت تقعد تمرش بايديها كده على الطشت، وبعدين تروح تفرش هناك على بالمشابك على ولا انتوا ما حضرتوش الكلام ده؟ حضرتوه مش كده ولا انتوا بتوع لاندري من اول يوم؟ عيالنا بقى اللي هيكونوا كده. كان زمان، وكان البيت فيه رحمة، كان البيت فيه رحمة، وكان البيت فيه خير، وكانوا يصحوا من قبل الفجر عشان يعجنوا، ويصلوا الفجر وبعد الفجر يخبزوا، وكان البيت فيه رحمة وفيه خير كبير جدا في بيوتنا، ورحمة كبيرة جدا. مع التطور ده الأمور اتغيرت، ويا ريت كانت بتعمل كده.
يا ريت تعرفوا لو كانت بتعمل كده كان يبقى يعني هين جدا. لا ده كانت بتعلي في الفرس وبتكفيه ما أنتم وتسوسه تدربه وتدق لها تدق النوى لناضحه، تروح تحمل من على بعد 3 فراسخ يعني حوالي 6 أميال، 6 أميال تشيل على دماغها النوى بتاع التمر وتمشي ماشي ماشي على رجليه. وفي مرة النبي صلى الله عليه وسلم قابلها وقال لها تعالي اركبي، فأبت وعللت بأن زوجها شديد الغيرة. النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه السلام قالت لا لأن زوجي شديد الغيرة. انظروا انظروا إلى هذه المرأة العجيبة، المرأة العجيبة، وكانت تحمل هذا النوى وتأتي به للبيت وبعدين تقعد على الطحونة تطحن وبعدين تعجنه عشان توكل الايه الجمل وتوكل الايه الفرس. سبحان الله. وتعجن وتطبخ وتكنس وتربي الاولاد، وكان عندها من الاولاد ما شاء الله حوالي 10 من الاولاد. عروة بن الزبير عالم الحديث اللي حفظ كل احاديث السيدة عائشة 4000 حديث خذها منها، وعبد الله بن الزبير الذي بويع بالخلافة. وعروة بن الزبير كان تاجر واقتصادي كبير جدا رضي الله عنهم جميعا. كان الزبير شديد عليها جدا. ذهبت في يوم من الأيام لأبيها تشتكيه، فقال لها يا بني يا بني، أولا الموقف ده بيبين أن بنات الأصول دائما إذا حصلت عندها مشكلة ترجع لمين؟ لوليها. وليها بقى قد يكون أبوها توفاه الله، ممكن أخوها الكبير، ممكن يكون جوز أختها، يكون إنسان ذو عقل، وحد من عيلتها، عمها، خالها، أحد من إيه؟ من أهلها المعروفين بإيه؟ بالعقل الراجح. دي أولا. اثنين، هو عليه كمان أن ينصح ببقاء الخير فيما بينه وبين زوجها، وهي كمان عليها أن تقبل هذا الأمر، هذا الذي بين أهل الأصول وأهل الخير. قال أبو بكر لها يا بني اصبري، فإن المرأة إذا كان لها زوج صالح ثم مات عنها فلم تتزوج بعده جمع الله بينهما في الجنة. يعني حتى لو صبرت في الدنيا إن شاء الله تاخد أجرك فين؟ في الآخرة. وما تخافيش، حتى لو هو شديد عليك في الدنيا ربنا هيغيره لك فين؟ في الآخرة، ويجمعك به فين؟ في الجنة في الآخرة. ده الزبير ابن العوام رضي الله عنه وأرضاه. مش كل الناس بيكونوا بهذه الشدة. شدة الزبير هذه كانت شدة عجيبة جدا. لكن ما كان يجلس الزبير في مكان واحد. الزبير كان دائما مجاهد، ما يجلس في مكان، دائما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيفه. وجاءت أسماء النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ليس في بيتي شيء إلا ما أدخل علي الزبير، والزبير بيجيب شيء بسيط جدا، فهل علي جناح في أن أرضخ مما يدخل علي به؟ يعني إيه؟ يعني ممكن أخذ منه أي شيء من هذه الأشياء؟ قال خذي ما استطعتي وما تبخليش وتصدقي. تريد أن تتصدق، بتقول له هو بيجيب شوية صغيرين، لكن أنا أحب الصدقة من أبيها طبعا، لأن أبوها معروف جاء بماله كله. فقالت يا رسول الله لو أنا خدت من المال القليل ده وطلعت ولو جزء بسيط منه هل علي شيء؟ قال ارضخي ما استطعت ولا توكي فيوكي عليك، يعني طلعي ولو القليل، ولو القليل. كانت امرأة سخية النفس، بيقولوا في فرق بينها وبين عائشة، واحدة منهن كانت تجمع الأموال لغاية ما يبقى مال كتير وتطلعه مرة واحدة، الثانية لا، ما كانت تبقي ساعة ما يجي لها تطلع قليل أو كثير. لكن كان الاثنتين رضوان الله عليهما كانوا دائما من أكثر الناس الصدقات. عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال ما رأيت امرأتين قط أجود من عائشة وأسماء، عمري ما شفت واحدة في الدنيا صاحبة جود وكرم مثل خالة عائشة ومثل أسماء أمه. وجودهما مختلف، أما عائشة فكانت تجمع الشيء حتى إذا اجتمع عندها تقسمه على الفقراء، تجمع مال كتير وبعدين تقسمه. أما أسماء كانت لا تمسك شيئا للغد، إلا عندها تطلعه على طول، ما تبقي شيء. أسماء رضي الله عنها وأرضاها ما كانت زوجة فقط، إنما كذلك كانت بتشهد المعارك كمان، يعني مش طبخ وكنس وعلف الفرس والصبر على الزوج الشديد هذا، لا ده كمان كانت بتخرج إلى المعارك، شهدت غزوة اليرموك
وقعت اليرموك مع زوجها الزبير، وأبلت معه بلاء حسنا، واتخذت خنجرا. زمن سعيد بن العاص في الفتنة، وكانت من سكان المدينة، كان في فتنة كبيرة جدا، فاتخذت خنجرا فوضعته تحت مرفقها، فقيل لها: ما تصنعين بهذا؟ قالت: إن دخل علي لص بعشت بطنه، يعني أضربه في بطنه بالإيه؟ بهذا الخنجر. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أصبح خليفة عمل لأسماء فرض مرتب 1000 درهم، 1000 درهم. سيدة أسماء كانت بتتميز بأنها كانت عابدة، عابدة زوجة صالحة، وكانت بنت راعية لحق ربها وحق دينها وحق أبيها وأمها، ثم إنها فوق ذلك رأت حق زوجها وصبرت عليه، وأنبتت أعظم أبناء عرفهم الإسلام، عرفهم الإسلام: عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أرضاه، وورث الشدة من أبيه، لكنه كذلك كان إيه؟ كان دينا حكيما قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدة أسماء روت عن النبي كمان 58 حديث. الواحد يقول: طب هي هتجيب وقت منين؟ زوج وعشر عيال وفرس وشغلانة، عندها شغلانة كبيرة جدا، وما كانش فيه طبعا الرفاهية بتاعتنا، كل حاجة بإيديهم، كل شيء بتعمله بإيديها، ومع ذلك حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم 58 حديث أو 56 حديث. في البخاري ومسلم اتفقوا على 14 حديث، وانفرد البخاري بأربعة أحاديث، وكذلك مسلم بأربعة أحاديث. في رواية أخرج لأسماء من الأحاديث في الصحيحين 22 حديث. كانت المرأة كذلك شاعرة، وكانت ثورية تقف دائما في وجه الظلم. أسماء كانت ذا منطق وبيان، قالت في زوجها الزبير لما قتلوا عمرو بن جرموز المجاشعي بوادي السباع ومنصرف من وقعة الجمل، لما ترك الواقعة لما قابلوا سيدنا علي وقال له: يعني إزاي أنت تكون في صف معاوية؟ ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الذي يحارب علي أو يقتل علي من الفئة الباغية؟ فقال: ما كنت أتذكر ذلك، أو من يقاتل عمار يكون في الفئة الباغية؟ فقال: ذكرتني. ترك المعركة ومشى، لما مشى تبعه أحد أصحاب الفتنة وهو كان يصلي قتله، فقالت: غدر ابن جرموز بفارسي بهمة يوم الهياج وكان غير معرض. وبدأت تقول في كلام كثير جدا جدا، لكن كانت ترثيه بحب وأدب وعلاقة طيبة فيما بينها وبين زوجها، وكان لها الجود والكرم، حتى إن لما سيدنا عمر أعطاها المال الكثير هذا أصبح عندها مال كثير، ما كانت تدخر شيء، فكانت تعتق كل يوم مملوك، كل ما يأتيها مال تشتري عبد وتعتقه، كل ما يجي لها مال تشتري عبد وتطلقه، سبحان الله يعني. وكانت صاحبة عزيمة وعزة نفس عجيبة جدا وشجاعة. أكبر ما يدل على ذلك موقفها مع عبد الله، وكانت قد كبرت وعميت، عمرها بلغ 100 عام، فدخل عليها لما كان محاصر في الكعبة من جيش معاوية، وقال لها: يا أماه، ما ترين؟ قد خذلني الناس وخذلني أهل بيتي. فقالت: لا يلعبن بك صبيان بني أمية، أنت صاحب حق، أنت صاحب حق، وقاتلت من أجل الحق، إياك أن تذل نفسك، عش كريما ومت كريما. يعني بتقول لابنها: أنت هتموت، حتى لو ما تموت ما تموت، والله إني لأرجو أن يكون عزائي فيك حسنا، لو مت إيه؟ موت كريمة، فأنا هقبل هذا. فخرج فقاتل حتى قتل. الحجاج عمل معاه إيه؟ صلبه، وحلف ألا ينزله من تلك الخشبة حتى تشفع فيه أمه. بيقولوا بقى فترة طويلة جدا حتى جاءت أمه، نظرت إليه، هي عمية، قيل لها: إن قدامك ابنك الآن. فقالت: أما أنا لهذا الفارس أن يترجل؟ ما خلاص. فقال الحجاج لأسماء بعد قتل عبد الله: كيف رأيتني صنعت بابنك يا أمي؟ قالت: لست لك بأم، إنما أنا أم هذا المصلوب. ثم قالت له كلمة عجيبة جداً:
قالت: أراك أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك. كلام عجيب جدا. أنت أفسدت على الدنيا، موتته في الدنيا، لكن في الحقيقة أنت أفسدت على نفسك الإيه؟ الآخرة بقتله، بقتله. من أعجب ما تسمعون عن هذه المرأة العظيمة أنها كانت عفيفة جدا، ومن عفافها جاء إليها ابنها المنذر، وكان تاجر حرير، أحضر لها قماش من الحرير ناعم جدا، ناعم جدا، وكانت عمياء 100 سنة، فأمسكته بيدها فقالت: غيب هذا عني، وجابوا لها عشان تلبسها، غيب هذا عني. فقال: ما بك يا أم؟ قالت: إن هذا يشف ما تحته. قال: يا أم، إنه نسجه طيب، ما يظهر شيئا من تحته. قالت: فإن لم يشف يصف عما تحته. أنا عايز أسألكم سؤال، واحدة عندها 100 سنة بقى إيه من الماء في جسمها؟ اللي أصبح فيها إيه؟ جلد على عظم، هتظهر إيه هي؟ هتظهر إيه؟ قالت: لا، ما ألبس هذا الثوب أبدا أبدا، وهي عندها 100 سنة وعامية وضعيفة جدا، ما يظهر شيء من ملامحها، ومع ذلك أصرت أن تحافظ على عفافها وعلى طهرها الذي علمها إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المرأة العظيمة كان إجابتها عجيبة جدا لابنها، حتى لما كان جاي خايف من الموت، ولا يا أم أنا خايف لما يقتلوني يصلبوني. فقالت: يا بني، ما يضر الشاة سلخها بعد ذبحها، وإذا مت مش هتحس بحاجة، خلاص انتهى الأمر، انتهى الأمر. ونال ابنها عبد الله الشهادة، وانتصرت القيم التي وضعتها في ابنها في العزة والإباء والدفاع عن الحق، حتى ولو كان ثمنه روح ابنها، روح ابنها. هذه المرأة العظيمة مثال يحتذى للبنت المسلمة والزوجة المسلمة والأم المسلمة، والأم المسلمة ميزت بحكمتها وعقلها، والسبب في الحكمة والعقل أنها تتعلم من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حسن تربيتها لأبنائها، صبرها على زوجها لأنها تريد مرضات الله سبحانه وتعالى، وكانت لا تقدم ولا تؤخر إلا بعدما تعرف حكم الله في الأمر، كما فعلت مع أمها عندما أتت إليها، ثم إنها ربت أبنائها على العزة والإباء والقيم حتى ولو ماتوا حال حياتها، حتى ولو ماتوا. وقالت: أرجو أن يكون عزائي فيك حسناً، أرجو أن ربنا سبحانه وتعالى يكرمني بيك، ما تموتش موتة عادية، إنما تكون إيه؟ شهيد، حتى تسبقني إلى الإيه؟ إلى الجنة. هذه صفحة مهمة جداً من صفحات الأمهات والبنات والأخوات الخالدات لأسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها. نسأل الله أن يكثر في المسلمات هذا الصنف، اللهم آمين. وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.